السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كورسان طيبين، إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم أو هنشرح رسم منظر طبيعي أو منظر غروب الشمس بطريقة كويسة وبسيطة وهادية، وكل تفاصيلها بسيطة إن شاء الله هتيجي معاك بسهولة. يلا بينا تابع معايا الشرح والخطوات في النهاية وإن شاء الله تستفيد كتير. بالتوفيق ليك. اول حاجه استخدمناها هو اللون الاصفر، اللون الاصفر الكناري او الاصفر الفاتح، استخدمناه بالشكل ده، قسمنا بيه المنظر لنصين او لتلت وتلتين، وبعدين رشينا الجزئيه دي، هتعرف دلوقتي رشيناها ليه بالشكل ده، رشينا الجزئيه دي بالاصفر مع تشريح خفيف باللون الاصفر في الجزء العلوي. بالشكل ده كده احنا انتهينا من استخدام اللون الاصفر تماما في المنظر. تعالوا نشوف اللون اللي بعد كده هنستخدمه ايه. بعد كده جبنا اللون الاحمر، احمر صريح، وهنبدا نكمل الاماكن اللي احنا ما جيناش عليها بالاصفر.
بالشكل ده كده احنا انتهينا من استخدام اللون الاحمر نهائيا. بعد كده هنستخدم اللون الاسود. بالشكل ده كده احنا انتهينا من تأسيس المنظر بالكامل. مرحلة الأساس كده انتهت معانا في المنظر، عبارة عن ثلاث حاجات، اللون الأصفر والأحمر والأسود، وزي ما حضرتك شفت كده استخدمناهم ازاي في المنظر بتاعنا. تعالوا بعد كده في الفيديو اللي جاي إن شاء الله هنشوف هنشطب المنظر ده ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.